اللي بعده حبيبك التاني بقى نفس الحكاية نفس الحكاية كنت عايز اللي هي ايه يعني ان اي حاجة بتهدد الامن القومي او بتعمل فتنة وسط الناس او احنا نبقى بلد مش مستحملة فوضى وندعو للفوضى انت بتقضي على شعب بسيط غلبان انت مش حاسس بيه انت بتدعوه ان هو ينزل ويعمل فوضى ويبهدل الدنيا و و و و والبلد لا تحتمل ده وانت في الاخر سبتهم مشيت خالص باسم يوسف اللي قعدك في البيت هو اللي بعت ايميلات للمالتي لا هو بعت ولا بهجومه عليكي ده عمل حاجه رسمي بعت ايميلات للمالتي ناشونال كومبانيز عشان تسحب اعلاناتها من على برنامج وتضطر النهار انها توقف البرنامج شر عايز اقول لك ان انت هتخلي كل الناس دي ترجع تشتمني تاني او ترجع تقوم عليا تاني بس يعني انا ما عنديش والله حاجه ضد حد اللي عمل فيا حاجه انا يعني مش هقول مسامحاه لكن زي ما بقول لك انا مش هصلح الكون اللي بعده